انتقادات من مغردين على تويتر حول ما وصفوه بمبالغة الإعلام في تغطية أحداث الإرهاب في أوروبا وأمريكا، مقابل ما اعتبروه ظلما لما يحدث في العالم العربي من أحداث إرهاب لا تغطيها القنوات بنفس الكثافة، فيما اعتبر البعض أن مواقع التواصل أصبحت تغني متابعيها عن متابعة القنوات، خصوصا في مثل هذه الأحداث التي تتغير وقائعها على الأرض دقيقة بدقيقة. ومعنا من بيروت عبر سكايب نسيم أبو غانم، الباحث في المجال الإعلامي ومدير البرامج في مؤسسة سمير قصير. أهلا بك سيد نسيم، هل فعلا بالغ الإعلام في تغطيته للأحداث الآن في بروكسل وقبلها في باريس؟ طبعا الإعلام بهالحالة من خرق أمني كبير، بيكون في تغطية كتير كبيرة على هذا الموضوع، إنما ما بتوصل لدرجة المبالغة، لأنه إذا نطلع على الحدث الأمني اللي صار من كان بباريس أو بالعاصمة بروكسل، بنشوف إنه أحداث كبيرة من الناحية الأمنية، إن كان تفجير مطارات أو إن كان الحادث بباريس اللي راح فيه مئات الشهداء. فإذا هيك حوادث هي تعتبر بهيك مناطق خرق أمني كبير، فليس هناك تضخيم من التغطية، إنما تكون التغطية بشكل متواصل كتير أكيد عن الموضوع، لأنه هو حادثة غريبة من نوعها، فريدة من نوعها بمناطق ببلدان أوروبية أو إن كان بأمريكا أو بغيره. أيوة طيب، بس البعض قارن بين هذه التغطية اللي هي بتستمر على مدار اليوم وبين تغطية الأحداث اللي بتحصل، مثلا كان عندنا قريبا حادثة في أنقرة والحوادث طبعا مستمرة في سوريا، فالبعض بيقارن بين الاثنين، هل فعلا تحس أنه في وجه للمقارنة؟ ليس بالضبط، يعني احنا هون ضروري انه نفرق بين الاعلام العالمي والاعلام المحلي. الاعلام المحلي بهيك احداث عم بيكون دائما عم بيغطي هذا الحدث بشكل كتير كبير، انما الاعلام العالمي عم بتتفرق، بصير في فروقات من ناحيه التغطيه. الحاله مثل الحاله مثل ببلد سوريا، بسوريا في حرب، والتغطيه الاعلاميه بحال نزاع حربي تختلف عن تغطيه امنيه بحال حدث امني معين. في مناطق بسوريا صعب الإعلام أنه يوصل لها، بيجبرنا أنه نوصل نحن نتواصل معه من خلال الإعلام موجود على الأرض، بينما بالوسائل الإعلام اللي بتغطي بهذه البلدان إن كان ببلجيكا أو بفرنسا أو بأمريكا، الوسائل الإعلام كلها بتنصب صوب هذا الحدث وبتقدر تفتح الهواء لباقي وسائل الإعلام. يعني إذا منشوف على مثل CNN أخذ الحدث ببروكسلز ببروكسل، التغطية هي ذاتها اللي عم يخدها حدث زيارة أوباما إلى كوبا بنفس المقدار، حتى الشاشة عم تنفصل. أيوة. احنا بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا من بيروت عبر سكايب نسيم أبو غانم، الباحث في المجال الإعلامي ومدير البرامج في مؤسسة سمير قصير، شكرا لك.